أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: إذا أمر الأب والأم ابنهم أن يطلق زوجته وهو يحبها وتحبه، وامرأة صالحة ملتزمة بدينها، هل على الولد أن يطلق زوجته لذلك أم لا؟ فإن لم يفعل هل يكون عاقا لوالديه؟ لا يلزمه أن يطلق زوجته إذا كانت مستقيمة وصالحة، الحمد لله، وإنما هذا لهوى في نفس الوالدين عليها أو أغراض شخصية لا يلزمه ذلك. نعم. يمكن أن يسعى في الإصلاح أو يبقى هكذا؟ لا شك أنه يسعى في الإصلاح ويوفق بين زوجته ووالديه، وأيضا يحمل على زوجته حتى تعتذر أو تقوم بشيء يذهب ما في أنفس الوالدين. نعم.